وملك الجليتشات جاكم بأقوى جليتش في المود جديد وجابلكم معاه طريقة منظور الآيباد. طبعا يا شباب طريقة الجليتش سهلة، كل ما عليك زي ما شفتوا حطيت الباقي نجي نفعل الصاروخ ونستنى العداد أول ما يكمل، وبعدين نمشي فوق الدائرة الصفراء هذه ونحاول نجري الباقي ونضغط على تحضير الموسيقى والقيادة في نفس الوقت، وهكي حنلقى روحي مداير الجليتش. طبعا من اهم فوائد الجليتش هذا انك انت حتكون خارج البقي، يعني حتى الخصم حيشوفك خارج البقي. زي ما شفتوا قدامكم حنحاول نتخبى داخل السور يلي في الملاهي، فالخصم حار وما شافنيش داخل البقي وما قدرش يدير ركوب في السيارة. يعني جليتش خرافي كلكم حتقدروا تستفيدوا منه. واما طريقة منظور الايباد، فاول ما تنزل من السيارة حتلقوا روحكم داير منظور الايباد ومش حتقدر تطلع منه.